أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العذراء الأحد 21 مارس 2021. يعتبر مواليد برج العذراء من الشخصيات المجتهدة، فهم يبذلون كل ما في طاقتهم لتنفيذ ما يريدون، وهو ما يميزهم في العمل، كما أنهم يمتلكون الكثير من المهارات ويستطيعون توظيفها بشكل جيد، بالإضافة لكونهم من أكثر الأشخاص بحثاً عن التميز والمثالية. وبالنسبة لأسرته، فشخصية برج العذراء محبوبة للغاية، نظراً لأنه يبذل قصاري جهده للبقاء بقربهم دائما. عاطفيا، ضغط كبير يقع على عاتق شريك الحياة اليوم، وسيحتاج إلى اهتمام خاص منك وتعاطفك وتفهمك، فهو يحتاجك لإزالة الإحباط عنه، لذا حاول أن تهتم باحتياجاته بشكل أكبر في الفترة الحالية. ولقد بدأ موسم الاحتفالات بالنسبة لك، وشخص قريب منك سيتزوج اليوم وسيحتاجك إلى جانبه، فحاول الاستمتاع بيومك وأقضي يوما ممتعا خلال الحفل. مهنيا، حاول البقاء برفقة زملائك في العمل الذين يمدونك بالمعلومات المفيدة، فأنت تضيع الكثير من الوقت في حل المشكلات غير المهمة، وتحتاج لترتيب أفكارك وتبدأ بالأهم، كما أنك تنفق الكثير من المال، فحاول ترشيد نفقاتك حتى لا يتأثر دخلك. صحيا، صحتك جيدة اليوم، تحتاج إلى الاستمرار على متابعة عاداتك الصحية التي كنت تتبعها الفترة الماضية، سواء نظامك الغذائي أو التمارين الرياضية التي كنت تقوم بها. وكل ما تحتاجه هو تنظيم أوقات نومك.